قدمت معالي السيده فوزيه بنت عبد الله زينل رئيسه مجلس النواب واجب العزاء في وفاه فقيد الامتين العربيه والاسلاميه صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد خليفه بن زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وذلك في مقر سفاره دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه في مملكه البحرين. نعم اكدت معالي رئيسه مجلس النواب ان ذكر صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان طيب الله ثراه ستبقى ابد الدهر بما ترك من وافر الانجازات وعظيم الاثر في الداخل والخارج وهو بحق قائد مرحله التمكين في دوله الامارات العربيه المتحده الحديثه داعيه المولى عز وجل ان يتغمد فقيد الوطن العربي والامه الاسلاميه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ويلهم حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وشعب الإمارات الشقيق الصبر والسلوان وحسن العزاء